بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. كن المؤلف تمبلنا تيري بيكي وخ بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. كنت فتام بلي تيري بيكي بخ بسم الله الرحمن الرحيم. منينو إعلم خمل خمل إعلم موي جانغل تعلم إعلم موي وهتم به نغ يدو لما يلقى عليك من العلم لن لي سا تي خم خم. رحمك الله يالنا لا يالا يرم انه يجب ني دافا وار علينا تي نون تعلم ني جانغ اربع مسائل نينت مسائل. الاولى بجيتو تي نينغي تي نينت العلم خم 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 نك، وهو معرفه الله موي خم يالا، ومعرفه نبيه اك خم يونت يالا صلى الله عليه وسلم، ومعرفه دين الاسلام بالادله اك خم الاسلام تي اي تتال تي اي بروف. الثانيه العمل به جفي تاميت لان خم خم بوب منينو لان موتاخ سبب ابتداء المصنف المتن بالبسمله. لان موتاخ مو تامبالي بلي تيري تي بسم الله الرحمن الرحيم نيت بير بيسي جيتو اقتداء بكتاب الله وبالانبياء عليهم السلام ngir royé ci alquranul karim ak yonanti alayhi wassalatu wassalam. ñaarel bi ta'assiyan biman qablahu min alulama wassalaf alladhina kanat min aadatihim bad'u tasanifihim bil basmala. de royé ci tamit ñi jitu ci borom xam xami ak nit ñu bax ñi nga xamantene dafa bokkon seen aada ñom tambalay seeni talif ci basmala. ñettel bi من باب التبرك بسم الله الكريم كي بونتوب تبرك موي ساك بركه كي تورو يالا بو تيد بي. مونينو كما اشرنا في المقدمه ان من عاده المصنف انه يبدا بالدعاء لطلبه العلم ويسال الله الرحمه، وهذا وفي هذا دليل على رحمه علماء اهل السنه والجماعه بطلبتهم، و ان الدين الاسلامي مبني اصلا على الرحمه. كوم ني جونجي وون سي تامبالي تير بي ني دا فا بوك سي اداي كي بيند تير بي ني موم دا فاي تامبالي سي نيانال ني ساكو خم خم، واي تاميت مولين دي لاجال يالا يالا يرماندي. لولو نك لا تخ مو ديف كو لا تخ موي نيانال ني ساكو خم خم كاي ديغلو خم خم بي يرماندي. نياري بير بي سي جيتو موي yermande bi nga xamantene borom xam xam ahlu sunna yi am nañ ko ci seen ay ndong. ñaaral bi ni diine l'islam dafa tabaxu aslan ci ciosanam ci yermande leppam yermande la. al ilmu xam xam mu neñu huwa ma'rifatul haqq bi dalilihi. al ilmu xam xam moy xam deug ci ay tetalam. wa didduhu al jahl contraire moy reer. وقيل في بيان العلاقة بين العلم والعمل يهدف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، فلا فائدة في علم غير مقترن بعمل، فإذا تعلم وجب عليه أن يعمل وإلا كان فيه شبه باليهود، لأن اليهود عندهم علم ولا عمل، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وأول من تسعر به النار ثلاثة منهم عالم تعلم العلم ولم يعمل به، قال الشاعر قال وعالم بعلمه لم يعمل مؤذب من قبل عباد الوثن. اها وخنا نك ني ريلاسيون علاقه ريلاسيون بي ام ديغنت خم خم اك جف ني يهتف العلم بالعمل. خم خم داي و جف خم خم داي و جف بوكو جف ويو mu def fa sax. fa in ajabahu bu ko wuyo mu def fa sax. wa illa irtahal bu ko wuyuwul rek irtahal mu dem.
xam xam bi dem yoon kon mo ne fala amul njeriñ ci xam xam bo xamanteni leunk lowul ak jëf bo jangé daf war ci yow nga jëf ngir boko deful tek yaangi am li nga niru ci al yahud ci juif ngir ñom yahud yoyu du ñom xam xam way duñ jëf lo tax borom bi tabaaraku ta'ala wax ni ya'rifunahu hu yonent yalla bi sallallahu alayhi wasallam xam nañ yonent yalla bi ni yalla moko yoni xam nañ ko xam ay melokanam jangon ko jangay mbiram mu leer nañ ci seeni téré ci tawrat ak injil comme niñu xamé seen doom wa ku ñëk nak ku ñi taal bir safara diko lak bir safara dik na ci hadith yonent yalla bi sallallahu alayhi wasallam ne ñettale bok na ci borom xam xam bu jang xam xam te jëfewul xam xam lo tax ñu ne wa alimun borom xam xam wa alimun borom xam xam nga ñew ci lam ya'malan bu jëfewul bi ilmihi xam xamam mu'azzabun duñ koy mugal min qabli ubad wa tan lu ñëk ñuy mugal ñu doon jaamu ay xaram